بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هتكون معانا المحاضرة الرابعة من محاضرات برنامج البار دايركتور. هيكون موضوع محاضرة النهاردة كيفية إنشاء شريط إخباري متحرك أو نص متحرك يتم تنفيذه أسفل الفيديو أو في جانب الفيديو في النهاية. هنشوف الكلام ده هنعمله إزاي مع بعض. بداية طبعا هبدأ أشتغل عادي، هنزل الصور بتاعتي أو الميديا بتاعتي اللي أنا هشتغل عليها، سواء كانت صور او اشكال او فيديوهات حسب الايه، حسب الحاجه اللي انا هعملها. طبعا ممكن اظبط الديوريشن بتاعت الحاجات بتاعتي كلها، تمام، واخليها بالايه، بالفتره الزمنيه اللي انا عايزها زي ما اتعلمنا قبل كده. ممكن كمان احط فيديو، والفيديو لو انا عايز اكتم الصوت بتاعه بدوس عليه كليك يمين واعمل ميوت للكليب عشان انا عايز احط صوت من عندي. وبرده ممكن اعمل صوت تاني بحيث ان انا اقدر ادرج ميديا، امبورت ميديا فايلز بصوت محدد انا عايزه مثلا. اهو اوبن الصوت، بنزله واحطه، ممكن احطه على نفس التراك بتاع شغلي، تمام، واقول له ايه، اوفر رايت، تمام كده. او ممكن ما دام انا عملت ميوت للصوت بتاعي، ممكن اخده احطه فين، في تراك الميوزك لوحده. يعني ممكن احطه في تراك الميوزك لوحده، لان انا اصلا عملت ايه، عملت ميوت للصوت اللي موجود فوق، مفيش مشكله خالص، تمام. طبعا التايم بتاعه هظبطه بعد ما اخلص اعداداتي وكل شغلي والترانزيشن بتاعتي وكل حاجتي. بعد ما اخلص كل الشغل بتاعي ممكن في الاخر ابدا اظبط مين، اظبط المده الزمنيه بتاعته. بحيث يبقى بالفترة الزمنية اللي أنا شايفها مناسبة. بعد ما بتأكد إن ظبطت الفترة الزمنية ببدأ أقلل في المدة بتاعة الصوت، وأجي في نهاية الصوت ممكن أعمل له إيه؟ تبطئة شوية أو توطئة شوية، تمام؟ طيب هنبدأ، عايزين نعمل فكرة النص المتحرك. بداية عشان أعمل نص متحرك أنا محتاج إن أنا أروح لنص وأختار نص شفاف. يعني إيه نص شفاف؟ يعني نص الخلفية بتاعته مش واضحة أوي، وليكن مثلا النص ده. هاخده وابدا انزله. طبعا زي ما اتفقنا لو انا عنديش نص شفاف ممكن اعمله داونلود منين؟ من خلال المجموعه بتاعه الداونلود تمبلت اللي هي الدايركتور زون، بخش فيها وابدا، المفروض ان انا بيكون عندي اكونت او مسجل نفسي في الموقع، وابدا اخش في التايتلز الموجوده عندي وابدا ادور فيها على تايتل مناسب. طبعا عندي الاف الاف التايتلز الموجوده، يعني مثلا هو بيقول لي انا عندي في التمبلت بتاعي اكتر من 55,000 نص. يعني الدنيا هنا عندي مكتبه كبيره جدا من نصوص ممكن ايه اتجول فيها وانزل اشكال جميله جدا تنفع في البدايات والنهايات زي ما انا عايز، تمام. احنا هنكتب بالنص بتاعنا اللي موجود اهو. طبعا عايز اكتب، بقول له ايه، ايديت تايتل، واكتب النص لو بالانجلش بكتبه بالانجلش، لو بالعربي زي ما اتفقنا برنامج ابو رشيد اللي احنا شفناه في محاضره او في محاضره سابقه ازاي نقدر نعدله. هنفترض ان انا مش هعدل، هكتب بالانجلش النص بتاعي. تمام. النص بتاعي بعد كده بظلله. وممكن ابدا بقى اتحكم في الايه؟ في الخط بتاعي. في الحجم بتاعي ممكن اصغره شويه، نوع الخط نفسه ممكن اغير نوع الخط لخط مناسب حسب رؤيتي للنص اللي انا عايزه وشكله. طبعا عندي مجموعه خطوط انا ممكن اتحكم فيها، طبعا ابعد بس عن الخطوط العربي، ولازم اخد بالي وانا بختار اختار خط متناسق او متناسب مع اللغه الايه، مع اللغه الانجليزيه. كمان ممكن اعمل شويه افكتات او تاثيرات عليه زي ما انا ايه، زي ما انا عايز. هنا في تباعد، لو لاحظت الاستايل اللي انا مختاره ده فيه تباعد شويه بين الحروف وبعضيها، حروف متباعدة شوية، ممكن أخش في التأثيرات هنا وأقلل تباعد الحروف شوية، خليها تتقرب من بعضها عشان يبقى النص بس إيه؟ بس واضح شوية ومفيش عندي مشكلة في الكلام. باخد النص بحركه، بس هناخد بالنا من حاجة مهمة، وأنا بحركه هحركه إزاي؟ بس أظلله الأول،
واديله برضو لون مختلف يكون لون واضح حسب اللون اللي انا عايزه، حسب بقى الخلفيه اللي موجوده معايا ممكن اديله لون اسود لون ابيض حسب الخلفيه اللي معايا. انا اديته هنا لون اسود عشان يبقى واضح شويه، تمام. وهاخد النص ده احركه احطه في بدايه الفيديو، انا مش عايزه يظهر انا مع بدايه الفيديو، هحطه فين بدايته، خلي حته صغيره قوي باينه منه كده بحيث ان ايه لما يجي اديله التاثير بتاعه هيبدا هو يخش من العدم، يعني هو مش موجود ويبدا يخش ويتحرك معايا. طبعا محتاج كمان اديله الافكت بتاعي لو انا عايز اديله افكتات، تمام. الافكتات هنا عندي مجموعه افكتات كتيره قوي، هركز قوي ودي حته مهمه قوي في الفيديو، الافكت اللي اسمه رول اند كرول. ده الافكت اللي هيديني امكانيه الحركه زي ما انا عايز. بقول له رول اند كرول، وفي رول اند كرول بيقول لي طب انت عايز تعمل سكرول رايت، يعني ايه سكرول رايت؟ يعني الحركه تبدا من اليمين ولا سكرول ليفت؟ طبعا لو نص عربي هختار ايه؟ سكرول رايت. طب انا نص انجلش هختار سكرول ليفت. طب لو انا عم اعمل الشريط بتاعي في الجنب، في عندي سكرول اب وفي عندي سكرول ايه؟ داون. مهم جدا بس اعرف الكاتيجوري اللي هشتغل عليها اسمها ايه؟ رول اند سكرول، واختار سكرول ليفت في الحاله دي. تمام؟ ده كده بالنسبه لشكله خلاص. هبدا اقول له ايه؟ سيف، ويبدا ينزل معايا عايز اجرب الموفي، وابدا اقول له ايه؟ هيبدا يمتد شويه، فببدا اقف عليه واطول في الستار. بس خلي بالك ده هيؤدي ان الشريط يبقى ابطا شويه، الحركه هتبقى ابطا. يعني مثلا باجي اشغل الموفي بتاعي بس سريع، يعني يقدر يشوف بشكل ايه. في بعض الاحيان يكون انا محتاج انا عايز احط في الحاله دي هلجا لبرنامج مساعد، برنامج اسمه فوتوشوب. برنامج اسمه ايه؟ هروح لبرنامج الفوتوشوب موجود عندي، بفتحه وجوه الفوتوشوب ببدا لفايل واقول له نيو، عايز ملف جديد، ملف ايه؟ جديد. وابدا احدد ابعاد الملف اللي انا عايزه عشان اشتغل عليه. هفترض مثلا ان انا الملف بتاعي الابعاد بتاعته نقول مثلا انا مختار ابعاد 482 في 1079، ده لو انا عايز احطه في الجنب. يبقى الشريط فين؟ في الجنب. انا مدي ويدز صغير، عرض صغير هيديني الشكل ده، ده عشان احطه في الجنب. طب انا لو عايزه تحت، يبقى الابعاد بتاعتي في النيو هتتعكس شويه. بمعنى ايه؟ هدي هنا في الويدز الرقم، الويدز اللي هو العرض بتاعه، عرضه، تمام. هدي رقم اكبر وليكن مثلا 1000 مثلا و80، هدي له 1080 مش كده، او 1079 هقللها رقم صغير بس شويه على قدها بالظبط مش كده. وفي الارتفاع بتاعه انا مش عايز ارتفاع كبير، انا عايز ارتفاع صغير يدوبك على قد مين الجزء اللي هكتب فيه. وليكن الارتفاع بتاعي مثلا هنخليه مثلا 60، تمام، او نخليه 100، خليه 100 ونشوف بعد كده نظبطها ونقول له اوكي. فبيديني شريط رفيع بالشكل ده، الشريط هيكون في خلفيه مين؟ الكلام. الشريط ده انا عايز اجهزه شويه، بحول هو في عندي نافذه اسمها ليرز، وطبعا لازم يكون عندي خلفيه شويه عن برنامج الفوتوشوب، تمام. ممكن برضو لو احنا محتاجين شويه معلومات عن الفوتوشوب ممكن نطلع على بعض الفيديوهات اللي موجوده في القناه بتاعتنا بتشرح فوتوشوب عندنا. هحول الشريط ده من باك جراوند للاير، وابدا اديله ترانسبيرنسي شفافيه 25%. خلي الشفافيه كام؟ عشان يبقى شفاف ما يلغيش لما احطه الكلام، لا مش الكلام، ما يلغيش الصوره اللي وراه، هو هيبقى ورا الكلام لكن ما يلغيش الصوره اللي وراه او الفيديو اللي وراه، تمام. وابدا بعد ما اظبطه بحفظه من فايل واقول له سيف از، مهم قوي، هحفظه باسم مناسب وليكن تو، واخلي الاكستنشن او الامتداد بتاعه مهم قوي، الامتداد ده اسمه بي ان جي، بي ان جي عشان يديني خلفيه، يحافظ على الخلفيه بتاعت مين؟ الصوره اللي انا عملتها بي ان جي. لو اديت اي امتداد تاني ممكن يديني خلفيه بيضاء من عنده ويلغي لي الشفافيه اللي انا عملتها. اقول له بي ان جي، حطه لي على الديسك توب، سيف. اوكي. تمام؟ خلاص. هروح بقى استورد من الامبورت ميديا بتاعتي في المكتبه بتاعتي العاديه، هقول له امبورت ميديا، واروح اجيب الملف اللي انا عامله على الديسك توب اللي اسمه ايه؟ 2. تمام؟ صوره، ممكن كمان اجيب 2 1، لان 2 1 دول انا عامل واحد ايه؟ بالعرض وواحد بالجنب. ماشي، هجيب الاثنين.
اهم واقول له ايه اوبن، فينزلوا معايا في الايه في المكتب. هاخد البي ان جي اللي هو الاولاني دوت واسحبه واحطه فين في التراك بتاعي بالشكل ده، شايفين الشريط مكانه فين، وابدا اخليه على قد مين، على قد الفيلم بتاعي، وابدا انزله تحت. انزله فين؟ تحت في المكان. طبعا لو انا محتاج اصغر او ارفع شويه ممكن اتعامل معاه زي ما انا عايز، تمام. المهم بعد ما اصغره هرجع للفيلم من اوله كده وابدا اجيب الموفي واقول له ايه بلاي. الاحظ الناس هو شغال الخلفيه بتاعتي اللي وراه نوعا ما ايه في لون غامق شويه. نرجع لمين؟ للفوتوشوب. الشريط لسه موجود معانا. تعال ندي الشريط دوت مثلا لون مختلف، ممكن نديله مثلا لون وليكن ازرق، ونخليه بدل 25 نخليه 50، تمام. نخليه كام؟ 50% عشان يغمق شويه. وديته لون ايه؟ لون مختلف. ممكن حتى اللون اغير في درجته من هنا، ده كل ده شغل فوتوشوب اهو. واديله لون مختلف، وكمان انا حسيت ان ارتفاعه عالي شويه، فاروح للايمج وعندي الام سايز وانا عامله كام؟ 1000 في ارتفاع 100، ال 100 دي كتيره. ممكن نرجع لل 60 اللي احنا كنا حاطينها في الاول، نديله رقم 60 ونقول له ايه؟ اوكي، تمام؟ الشريط بقى ارفع شويه، وارجع اعمل سيف از لنفس الشريط، اتاكد بس اسمه بنفس الاسم، حتى احطه تو بنفس الامتداد بي ان جي، احطه على اللي فات، اعمل له ريبليس. او حتى تعال نسميه 3 عشان التاني لو احتاجناه في شغل تاني ما يضايقناش. 3 حطه على ديسك توب سيف، تمام. اوكي، نرجع تاني. هنستبدل بقى الشريط ده، انا مش عايزه اللي هو التول اللي انا عملته ده، اعمله ديليت واروح اجيب امبورت ميديا تاني، واجيب الشريط المره دي اللي انا اسمه ايه 3 اللي انا عدلت في ابعاده وعدلت في لونه اهو، واسحبه احطه برده في القناه بتاعتي، تمام. وابدا ايه اظبطه بالشكل ده، وابدا احطه تحت في المكان المناسب، واجيب الموفي وابدا اقول له بلاي. وارجع تاني اجيب مين؟ النص بتاعي اللي انا عامله، كليك يمين اديت، واظلل النص بكنترول اي، اظلله كله، وادي له مثلا لون ايه؟ لون ابيض مثلا، نجرب لون ابيض. اوكي. مش كده؟ لون ابيض بيدي له تاثير شكله ايه؟ شكله ازرف يعني واجمل، وممكن اعمل اي تاثير بقى انا عايزه، ممكن اعمل له ريفليكشن، اعمل له بوردر، بس انا مش هعمل الكلام ده كله، يعني ممكن اخلي النص يبقى ليه بوردر شويه، لكن مش هعمل. انا ممكن بس اعمل بلاي كده اشوف شكل النص بتاعي يبقى عامل ازاي. واعمل بلاي تاني للموفي. ممكن نخلي الفيديو بتاعنا يشتغل نقلله شويه بحيث يجي في النهايه الجزء اللي فاضل ده هحط فيه النص بتاع مين؟ اللي هو فريق العمل بقى، مش كده؟ هنزل دي كده، وهبدا برضو الشكل ده اخليه لغايه كده عشان يتناسق مع النص بتاعه، تمام؟ وهبدا انزل الصوره اللي بالطول جنبها على طول، تمام؟ واخليها برضو تتناسق مع نهايه الفيلم بتاعي اهي، تمام. والشريط دوت هنبدا ناخده نخليه فين؟ في الجنب كده، تمام. ونبدا برضو نحط له ايه؟ نص. ما انا محتاج احط له نص عشان ايه؟ يكتب فيه نص هو كمان. هروح للنصوص واخد نص برضو بخلفيه شفافه حسب النصوص اللي عندي. ينفع اخد نفس النص، ينفع اخد نفس النص، مش مشكله، اللي هو بخلفيه شفافه احطه بس في المكان ده، وخليه برضو ابعاده تتعيد تتناسق مع ده، واديت تايتل، تمام. وهيظهر معايا. هبدا طبعا عايز اكتب فريق العمل بتاعي، هقول هنا مثلا ايه مثلا نقول اسم المكان اللي مثلا هشتغل فيه، او مثلا نقول ايه
مستر مثلا طارق، هدوس انتر عشان اكتب ايه تحتيه، هقول مثلا ايه فور ليرنينج كمبيوتر، انتر مش كده، هقول مثلا ايه فوتوشوب، هكتب اسامي الايه البرامج اللي انا بشتغل بيها، فوتوشوب باور دايركتور، طبعا ممكن اكتب بالعربي مفيش مشكله مش كده، الستريتور اسامي البرامج اللي بشتغل بيها، تمام، فلاش 3 دي ماكس، خلاص كفايه كده مش كده. طيب النص كله برضو واقف عليه واظلله كله وابدا اعمل نفس الشغل، التباعد اقلله شويه، كان في تباعد كتير بين النصوص، تمام، اخليه 5، الحجم ممكن اقلله اهو اخليه مثلا 16 معقول، المحاذاه نفسها خليها توسيط عشان الكلام يجي في النص، تمام، هاخد الكلام ده احطه فين، طبعا انا عايز يجي من فوق ولا من تحت حسب رؤيتي، انا اخليه يجي منين؟ من تحت، ممكن بس التباعد هنا تاني برضه انا شايف 5 دي كتير، تعال نخليها 2 عشان النص يقرب من بعض شويه، تمام، ونخلي دي على سطرين بالشكل ده عشان تبقى الدنيا ايه واضحه، واخليه من تحت وابدا برضو نفس الخطوات، الافكت بتاعي هختار افكت ايه؟ ستارتنج افكت مش كده؟ من نوع الافكت اللي اسمه ايه؟ رول مش كده؟ وهبدا اقول له بقى المره دي يا اب يا ايه؟ يا اب يا داون، هخليها تيجي منين؟ من اب او من داون حسب رايي، هخليها اب تمام؟ هتيجي بالشكل ده وابدا اقول له خلاص سيب. طبعا محتاج بقى اظبط الحجم بتاعه مع حجم مين؟ الشكل نفسه، فهبدا اسحب كده واشوف كده الموفي بتاعي الجزئيه دي، اعمل لها بلاي، الشريط اللي ورا محتاج ايه؟ رد سلم، تمام، انا ممكن اعرضه من خلال الايه الفيديو نفسه، يعني هروح على الشريط اللي انا عامله اهو وابدا اعرضه من هنا مفيش مشكله، تمام، وارجع تاني اشوف التاثير بتاعي في الموفي. يظبط معايا، تمام، هقف عليه تاني برضو اهو واعرضه سنه صغيره قوي عشان يظبط مع مين؟ مع النص بتاعي، اقف عليه اهو واعرضه سنه صغيره قوي عشان يحتوي مين؟ النص، برضو اللون الابيض ممكن اعدل من الفوتوشوب واغير اللون زي ما انا ايه؟ زي ما انا عايز، او الشغل اللي انا ايه؟ بشتغله داخل البرنامج، وبكده احنا شرحنا مع بعض كيفية إنشاء نص متحرك داخل برنامج الدوا دايركتور. شكرا.